إلى أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من خطر مجاعة تهدد عشرات آلاف الأطفال في الإقليم. وقالت يونيسف إن نحو 100,000 طفل قد يعانون سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم في الأشهر المقبلة بسبب تفاقم الصراع المسلح هناك. أضافت أن النساء الحوامل والمرضعات يعانين أيضا من سوء التغذية الحاد. وفي أديس أبابا أعلن الجيش الإثيوبي التعبئة العامة بعد احتدام القتال في أقليم أمهرة. وقال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي ماكونن إن جبهة تحرير تيغراي أهدرت فرصة السلام في ظل وقف إطلاق النار، كما أشار إلى أن الجبهة اختارت في المقابل إغلاق الممرات الإنسانية وشن هجمات جديدة في منطقتي عفار وأمهرة. ومعنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. جابر، إعلان وزير الداخلية بأن اليوم تذهب في إقليم تيغراي الجماعات المقاتلة لإهدار فرصة السلام خلال وقف إطلاق النار يعني اشتداد المعارك، وتعود شروط اللعبة إلى المواجهة المفتوحة. نعم، هذه كانت آخر التصريحات لوزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكنن، والذي صرح بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أضاعت فرصة السلام بعد أن منحتها القوات الحكومية الفيدرالية. ربما هذه الحرب استمرت أكثر من 8 شهور، وهناك العديد من القضايا المتعلقة بالجوانب الإنسانية والجوانب الأمنية في هذا البلد، وهناك أيضا نداءات بالاستجابة للمساعدات الإنسانية والدور المطلوب من المجتمع الدولي. هناك أيضا زيارة لوكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كان قد وصل بالأمس إلى أديس أبابا وناقش عديد من القضايا مع المسؤولين حول إقليم التيغراي. اليونيسيف من جانبها أيضا أعربت عن قلقها من مخاوف تتعلق بقضايا متعلقة بالأطفال وسوء التغذية، وأن أكثر من 100,000 طفل ربما هم معرضون لسوء التغذية، والنساء الحوامل كذلك. وزيرة السلام الأثيوبية التقت بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للسلام وبناء التنمية في أديس أبابا هنا، وأشارت إلى أنهما ناقشا العديد من القضايا المتعلقة بإقليم التيغراي. على المستوى الإقليمي كان هناك وفد من دولة أريتريا وصل إلى السودان، والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وناقشا العديد من القضايا أيضا المتعلقة بإقليم التيغراي، وناشد حمدوك المجتمع الدولي لعب دور، وكذلك المجتمع الدولي وباعتباره يمثل الإيجاد لحشد الدور المطلوب لخروج إثيوبيا من المعترك الذي قد وقعت فيه، وحشد الرأي الدولي وكذلك مساعدتها في إطار السلام والتنمية المستدامة. العديد من القضايا ما تزال موجودة في ملف المجتمع الدولي وكذلك المنطقة الإقليمية للوصول إلى سلام مستدام، لكن الوضع ما يزال حتى هذه اللحظة معقدا في ظل التعديات التي تقول الحكومة الإثيوبية أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تعدت على إقليم الأفار وأوقفت المساعدات وكذلك في إقليم الأمهرة. مباشرة من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور.